بسوي لكم مكرونه على طريقتي. نسلق المكرونه مع ملح وزيت، نحمص الدجاج مع بصل وفلفل اخضر، نحط معجون طماط كامل، تحطون البهارات اللي على كيفكم، وبهارات الثوم وبهارات البصل. كل كيسة مكرونة تحطون معاها علبة قشطة، 5 ملاعق كبار جبنة، كوب حليب، إذا عندكم بقدونس وكزبرة حطوا يطعم فيها، حطوا ملح حسب الرغبة. جربوها واكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك.